تزحزح الفقري القطني، ويمكن بعد الناس ما تسمع تقول طيب هو ايه اهميته وايه تمام خطورته؟ تمام طبعا خطورته انه لو قلنا العمود الفقري مبنى متساوي زي ما قلنا كده اهو، وتوزيع وزن الجسم عليه متساوي، تزحزح فقره للامام بسبب عده اسباب، طبعا في نوع خلقي انه بيبقى في شرخ في القوس الخلفي، ولكن الغضاريف لحد سن ال 25 كله هيقول طيب الخلل اللي هيحدث ده او العماره اللي هتقل للسكوت ده، ايه نعمل ايه عشان نبقى في وقايه من هذا الخلل؟ لو خلقي ما فيش وقايه، خلاص لانه ده بتاع ربنا بتاعت سبحانه وتعالى. ربنا بالظبط كده. في النوع الثاني اللي ملوش وقايه برضو، اللي هو بتاع كبار السن، اللي هو الديجنراتيف، اللي هو عندما يجف الغضروف تماما والعضلات ضعيفه. يعني قليلا ما نشوف الكلام ده في رياضي، لانه الرياضي ممكن الغضروف يجف وهو بالتالي عضلاته سنداه. انما لو زي حالتنا يعني ما ما مش بيمارسش رياضه الرياضة جامده، وبالتالي الغضروف وصل لمرحله الجفاف والفقره تزحزحت، ده اجباري لابد يثبته، وده الماجوريتي الحقيقه، الغالبيه العظمى. يعني احنا عاملين 16 رياضي عالمي، ولكن قصادهم عاملين 600 خلال الاربع سنين الماضيه، 600 مريض فوق سن ال 55 و60 و70. طيب دي حاجه تطمن. ما هو حاجه تطمن طبعا ان هو مش كلنا بنحتاج فعلا، ولكن بنقول برضو للساده المشاهدين انه في تعليمات بسيطه جدا بنقولها في المنزل، انه قد تحميه من هذه القصه، انه تقوي عضلاته بحيث تحمي الغضاريف. يعني يمارس رياضه معينه في البيت، حركات معينه، حركات بسيطه جدا، تمارينات معينه لفرد الظهر، ما يقعدش مده طويله، ما يشيلش الاشياء بصوره خاطئه. والحقيقه بيسالونا كتير جدا مرضى، وليه ما حدش قال لنا الكلام ده؟ للاسف ما هو هي للاسف الكلام ده الحاجات موجود دي في كتب. بنعرفها بعد ما بنكبر، بعد يعني ما بعد ما بنكبر فات الاوان. والله هو المفترض، احنا بندرسها، المفترض انه الطبيب يعتبر هذا الانسان اللي قدامه كانه اخوه او اخته او بنته طبعا او ابنه، ويقول له ما يصح. انما بنجد يعني مش في مصر بس الحقيقه، في الخارج، يمكن مصر اقل الحقيقه، الناس امناء كثيرا، ولكن في الخارج يقول لك خليه لحد ما يوصل لمستوى الجراحه ونبقى نعمل له العمليه. وده ما نحبوش، لسبب انه دي امانه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى.